بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير متابعين موقع صدى البلد. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع ملكة الأحلام دكتورة صوفيا زايدة. اهلا بيك نورانا يا يا فاطمه. دكتور. ميرسي يا فاطمه، اهلا بيك واهلا بالساده متابعين موقع صدى البلد. احنا يعني مبروك بقى في بنسعد بلقائك جدا وبتدينا معلومات تفيدنا كتير. ربنا يخليك يا حبيبتي، وانا والله سعيده جدا وهم بيسالوا وبيتواصلوا وبيتفاعلوا معانا، يعني بقى لطيفه جدا والله. يا رب يديمها على طول. اللهم امين. النهاردة موضوع حلقتنا موضوع شيق جدا وحلو جدا والناس كلها تتمنى تشوفه اقول جدا. لهم بس قبل كل حاجه، كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه مولد رسول الله صلى عليه الله عليه أفضل وسلم. الصلاة والسلام، وده طبعا يعني هناخد حلقتنا النهاردة ده بالمناسبة دي. هنتكلم عن رؤية الأنبياء والرسل في المنام، وبالأخص رؤية سيدنا محمد عليه عليه أفضل افضل الصلاة الصلاه والسلام. والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزين نبتدي كده بأبونا سيدنا آدم مبدئيا. إذا حد رأى في المنام بنت، صبي، عزباء، مطلقة، كل الناس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رؤية سيدنا، بصي، احنا دلوقتي بني آدم، في بني آدم صالح وفي بني آدم طالح. تمام. مش معنى إن أنت بعيد عن الله إن ما يبقاش في تواصل، لا بالعكس، ده تواصلك يعني ربنا هيبعت لك أكتر عشان أنت اللي بعيد، فبيقول لك قرب، يعني أنت اللي يناديك أكتر. يعني مثلا، يعني ما تقولش مثلا ازاي انا ما عمري ما ركعتها واشوف الرسول في المنام، ازاي يعني عمري ما ركعتها؟ ده بيقول لك تعالى، ده يعني عايزه تدخلك خلق في كنفه رحمة للعالمين، بالظبط والرحمة دي يعني للي قبله وفي وقته بالظبط كده. واللي بعده، يعني كله جاي اما عند ربنا. الصالح بقى فهو حياته كلها صلاح، عايش في المساجد، عايش صوام قوام، فأمر طبيعي ان هو يديله حافز صحيح ونشاط، صحيح ان انت يكمل عبد شاطر، يعني اي حد بيحب التحفيز، صحيح اللي يقول لي برافو برافو انا لازم اكمل واشد حيلي كمان وكمان عشان ابقى احسن. صحيح تمام. فانا عايز اقول لكم على حاجة، كل الانبياء اللي هتشوفوهم في المنام هينالكم جزء من ابتلائهم. هم خير وهم تمام وهم ما شاء الله، يعني اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين، لكن خلي بالك إن كله هياخد من، يعني مثلا سيدنا آدم، سيدنا آدم خلقت من، يعني من من ضلع ضلع سيدة السيدة حواء. حواء، فبالتالي هنتكلم عن سيدة آدم، سيدنا آدم وسيدة حواء. رؤيتها في المنام معناها كثرة النسل، معناها ان انت مخالف الله في حاجات ولازم ترجع بسرعة، يعني بخصوص طبعا موضوع ان هو اكل من الشجر الشجر الثمرة بالظبط كده. طيب بعد كده، يعني في حركة هتبقى في حياتك، هتنتقل من بلد لبلد اخر، شوف نفس حياة سيدنا آدم، وهتتغرب عن مراتك بدليل هم التقوا فين؟ التقوا في عرفات، في عرفة. تمام، لذلك سمي عرفة، لأنه تعرفوا على تعرفوا بعض. فيه. تمام. فسيدنا آدم والسيدة حواء يعني أم البشر، وبرضو لو كان عندك عيال كتير هيحصل برضو مشاكل ما بينهم. نصيب من إن في حد لا قدر الله يعني هيشد مع أخوه أو يكرهه، مش شرط يقتله زي ما قتل هابيل قابيل، لا في في مشاحنات. مشاحنات، هتبقى في مشاحنات، فأنت بقى دورك إن أنت تفك ما بينهم. ده سيدنا آدم. ده الابتلاء. طب والحاجة الحلوة اللي هتيجي؟ الحاجة الحلوة، من بقول لك ذرية كتير ورضا، بصي في ناس بتعتبر نزول سيدنا آدم من الجنة ده معناه نزول خطوة، ولكن الله أعلم نزوله ده كان إيه، هو عمر الأرض خليفة وعمر الله في البشرية الأرض. وخليفة الله في الأرض، فيعني الله أعلم، ده الأمر ده في عند الله تعالى، لا نعرف ما نعرفش، مع إن هو سيدنا آدم كان مصير في الوقت ده، ما كانش مخير، فقال له اياك تاكل من الشجره دي. تمام، انت خلاص انت كده مصير، خدت الاذن منك ما تقربش. فجت الثعبان، عشان ذلك بنقول لك الثعبان دايما انسان يحضك على انك تعمل غلط، خدت بالك؟ وسوسة أو كده يعني. انسان ضال يحب ان هو
هم قالوا انها شجرة تفاح، لكن بس هي شجرة تين. شجرة تاني. شجرة تين، هي شجرة تين اللي كان منها. لذلك ناس رؤية كتير ما تعرفش الموضوع ده، رؤية التين في المنام ندامة، ندامة ان ان الواحد انت فعلت بيندم. امر تندم صح. عليه. طيب ده سيدنا آدم. نشوف عندنا برضو سيدنا نوح. سيدنا نوح، سيدنا نوح والله يعني ما شاء الله عليه، يعني باني السفينة الكبيرة. طبعا سفينة نوح فهو ما شاء الله يعني النجاة، النجاة يعني، وان انت موكل امرك لله تعالى، وشاطر في عملك جدا، لانه هو كان نجار، فكان شاطر في عمله جدا جدا جدا. وبعدين ان هو كان بياخد من كل زوجين اثنين، معنى كده ان هو هيكون عنده اصحاب كتيرة جدا جدا، مثلا هو امام، هيبقى امام داعية، اي حاجة، بيلم الناس، بيحفظ قرآن، بحيث ان هو ايه، يلم الناس. يجمع. ماشي. بس يعني هيتعب من الكلام يعني عليه، يعني عايزين يهبطوا عزيمته، تمام. فلا ما تاخدش كده. فهو ربنا بيقول لك ده ما تجيش الا للرؤساء، ما تجيش الا لناس مديرين وتحت امرتهم اشخاص، لأن هو اللي عشان هو كان هو اللي أدار. بالظبط كده. طيب صحيح. طيب خليل الله سيدنا إبراهيم. حبيبي سيدنا ابراهيم، ده ابو الانبياء وابو الابتلاء. يعني بصي، انا نفسي اشوف حد شاف سيدنا ابراهيم وشاف خير بعدها. لا إله إلا الله، أكيد شاف خير بعدها، الخير بس الوحيد اللي بيجي هيشوفه الابتلاء ان هو شديد. هيحج قبل ما يموت. امتى؟ الله اعلم. هو هيحج وبس. لكن خد عندك بقى سيدنا ابراهيم، موت الولد وموت الزوجة، يعني بص، يعني ابتلاءات ابتلاءات فوق ما تتخيل. هو سيدنا ايوب، ما يتخيلوش على بعض، تمام؟ سيدنا ايوب برضو اللي يشوفه يبتلى في جسده ويبتلى في زوجته، يعني زوجته يعني ايه، تتعب عشانه. زي ولازم تتعب يبتلى في عشانه جسده، ومش تتعب منه، لا تتعب عشانه، لأن سيدي وراك ما تغرقش. سيدنا نوح وسيدنا لوط كانت امرأتهم الاتنين يعني كانوا مش مش معاهم. كويسين بالظبط كده. فلكن زوجة سيدنا أيوب باعت ضفيرتها. الضفيرة دي كان ليها يعني سعر، دلوقتي الاكستنشن الطبيعي ليه سعر، بالك تمام. فلا، فهي باعت ضفيرتها، وكانت يعني، كان بيقول لك ان هي كانت والله بتنظف الجروح اللي في جسمه بلسانها. والله شوف ازاي الستات، مش معنى كده قرف ومش قرف، يمكن هي مش عارفه تطلعها بضوافرها فطلعتها، مش عشان خاطر تبين له يعني كده. لا، هي بتقربش منه، بتحاول ان هي هي بتقربش منه، عايزه تريحه تبقى السيئه، وتحط عايزه تبقى الست اللي هي يعني بتراعي جوزها لاخر نفس، وتقول له ادعي الله، ادعي الله ان ربنا يرفع عنك. تقول لها لا، بعد ما تعب قوي وشافها هي اللي تعبت، راح دعا ربنا. فالواحد هياخد بقى نصيب العيا. نشوف سيدنا ايوب. طيب خلينا بقى في العسل بقى، اللي هو الدلع كله بقى، سيدنا سليمان. نشوف سيدنا سيدنا سليمان طبعا يعني ربنا اعطاه ملك ما اعطاهوش طبعا. لا من قبله ولا من بعده، والله ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل لما الصلاه مسك والسلام. الجن في المسجد وربطه كان هيقتله، قال له لولا دعوة أخي سليمان لكنت قتلتك، لأن اللي هو هو في قال مسجد الجن اللي هو أيوه بالظبط في كده، في مسجد السعوديه. الجن. فطبعا سيدنا سليمان لما يجي لحد فهو بينال من حظه، كان بيتكلم مع القطط، بيتكلم مع الحيوانات الحيوانات، والجن بيتكلم مع الجن والملائكة كله ومسخر يعني. الهواء فده ومسخر دايما الريح. يجي للروحانيين، الروحانيين اللي بيقعدوا يتكلموا مع الجن وحاجات زي دي، فاهمني كده؟ تمام. فدايما يجي للروحانيين. بس خلي بالك، شوفت سيدنا سليمان ما فيهاش ضرر خالص، نهائي نهائي، الا انك ممكن يجي لك وسواس من الجن. هي الحاله الوحيده ان هو القرين يخالفك، او يجي لك وسوسه قهريه، تمام؟ ولكن عز ما بعده عز، افتح عليك ربنا فتوح السماء والارض. ما شاء الله. ما شاء الله عليه، يعني رؤيته حلو. سيدنا يوسف حبيبي الغالي، طبعا في جميل تفسير جميل الاحلام، جميل من جدا. راه في المنام فسينال حظ من الخنقه او الايه او الحبسه،
مش شرط الحبسة في سجن، لا حبسة في زواج، حبسة في عمل، حبسة في رأي مش عارفة تعبر عن رأيك، حبس، في حبس هيحصل تمام، وهيكون له قسط من الجمال في الدنيا، لو هو مش جميل هيبقى العيال قسط من الجمال، وكمان هيكون ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه مدى تفسير الأحلام أو ملكة تفسير الأحلام، لأنه هو نازل بالمعجزة دي. لأنه نازل وقت كل الناس كانت يعني ده نجى مصر، نجا نجى مصر صحيح. من مجاعة، فرؤيته خير جدا 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 للصالح والطالح، حتى للطالح هيفتح الله عليه في الرزق، بس بقى فليتقي الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا، يعني مش بقى عشان معاك فلوس تدوس على الخلق بقى، مش هينفع. الجميل سيدنا عيسى سيدنا عيسى حبيبي الحي. الحي، رؤية سيدنا عيسى معناه ان انت هتصاب في اصحابك، يعني ايه؟ يعني خد بالك جدا من اصحابك، لان في خيانة هتحصل تمام. تمام. سيدنا عيسى رؤيته في المنام برضو ان انت يعني هيقال في شرف امك كلام يعني لا يتحمله بشر، ولكن تأتي البراءة بإذن الله تعالى، كما برأ الله سيدها مريم تبرأ أنت، فما شاء الله. أما رؤية الأربع نساء الفضليات يعني اللي هم أم المؤمنات، السيدة أسيا آسيا والسيدة خديجة والسيدة والسيدة مريم. فاطمة والسيدة مريم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا يا رب في زمرتهم، آمين دول اللهم. خير النساء اللي يشوفهم ست في المنام، معناها انها يعني هتتصف بصفات حلوه، او شدي حيلك عشان تبقى زي الحلوين دول. وفي الغالب بيكون يعني بص مثلا السيده اسيا امراه فرعون، فده لو شفت السيده اسيا اعرف ان يعني انت مثلا مصليه استخاره على عريس، شفت السيده اسيا اوعي تاخدي العريس، اوعي تاخدي العريس هتاخدي من ابتلائها. بالظبط كده، فخلي بالك يعني. لكن شفت السيدة خديجة يا الله خدي بسرعة ان بسرعة شاء الله قبل ما حد يكذب بسرعة. ان شاء الله. طيب شفت كده مثلا يعني يا دكتور في الاخر ان الانبياء اي حد بيشوفه بناخد من اسمه، بناخد وبناخد اسمه من ابتلائه، بالظبط، وبناخد من الخير برضو والفرج اللي ربنا وخلي بالك انعم عليه بيه. للمفسر نصيب، يعني انت جيتي حكيتي لي رؤية وانا فسرتها لك، ليه نصيب فيها؟ وحشة وكويسة، عشان انا كده بشتغل في شغل خطر، يعني انا باخد من كل مصايب الناس قطمة يعني كده، فاهمة؟ وبرضه الخير كتير الحمد لله يعني. طيب وختامه مسك سيدنا رسول الله عليه القمر أفضل الصلاة عليه والسلام، أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ربنا يا رب يوعدنا برؤيته اللهم آمين مناما يا رب. وحقا بص يا يا رب. حبيبة قلبي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. خلاص خلصنا من النقطة دي عشان ما يبقاش فيه إيه تشكيك، أي نقص أو خلل في الرؤية أو حاجة يرجع للرائي وليس لسيدنا رسول الله. عليه أفضل يعني الصلاة إيه؟ والسلام. يعني رسول الله الكمال والجمال والهيبة والنور والعزة وكل حاجة في الرسول صلى الله عليه وسلم، تشوف في نقص في حاجة أو يعني حاجة ده عندك أنت نقص بس. فيك أنت مش هو. طيب شفته مثلا على هيئة خالك عمك، يبقى خالك وعمك دول فيهم الخير، وده قدر احتمالك ان انت مش قادر تشوف سيدنا النبي، لان انت لسه بس معناها إنه السلمة شافه. الأولى، معناها إنه شافه. هيشوف لسه الصورة هتتحسن أكتر، هتكمل بس دي هتتحسن مش أكتر، معناها رؤيته. لا لسه، لأن لازم سيدنا يجي الإمام ابن سيرين، بالتفصيل اللي قال عليه الإمام سيدنا. ابن سيرين قال في واحد راح اسمه محمد اسمه أبو بكر الآجري راح لسيدنا قال له: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: صفه لي، قال له: يشبه الحسن، قال له: إنك لرأيت حقا. هو تبكل سيدنا الحسن، تبكل ما شاء الله شبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. طب ما الناس ما شافتش سيدنا الحسن. يا رب يوعدنا بشفتهم يا يا رب رب إن يا شاء رب الله. وعدنا بشفتهم. فطبعا اللهم امين. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم عز وزيادة، ولو شفتوه هو طفل معناه براءة من أمور سيئة في حياتك، براءة من حد يعني قضية
براءة من أي حاجة. شفتوه شاب معناها العفة، معناها العزة، شفتوه شيخ فهو معناه ختام الحياة على خير. طيب هو دلوقتي لو الأطفال شافته، يعني الأطفال ممكن عادي اه إنه ممكن اه، بس ما يكونش عيل خيال واسع يعني. يعني ايه اهم حاجة؟ انا ما بس كنتش، ممكن يأتي للأطفال. لا لا لا، يجيش الاطفال، تمام يجي الاب او الام، لا الاطفال لا، لان بيبقى فيها تداخل وكده. مش لا طفل، بس طفل يكون بلد، لازم يكون بلد عشان يشوف. تمام لكن الملائكة بتروح للأطفال البيبيهات اللي قد كده، تطبطب وتهنن وتضحك وتبكي. يعني فعلا يا دكتور الملائكة، يعني لما الطفل أيوة بيضحك الملائكة دي مش الملائكة آه، فعلا بتلعبه كده. في عمار في البيت بيحبوا الأطفال لطاف يعني، يعني يلعبوا ويزغزغوا يضحكوا ويعملوا في رجليه كده، أو مثلا عايز يسمع صوته وهو بيعيط يقرصه. بس دي أصلا لطيفة كده يعني، مش حاجة يعني كده يعني. ف طيب خلينا ناخد شوية من أحلام متابعينا. في حد من متابعينا بتقول أنا رأيت السيدة هاجر. رضي الله عنها وارضاها. بصي يا حبيبة قلبي، السيدة هاجر في المنام طبعا هي كانت يعني هي السبب في بئر زمزم وكده، فدي بشرى ليكي بإذن الله بزيارة بيت الله الحرام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هيكون ليكي ضرة، هتقعد تضايقك جدا نهار جدا جدا أبيض وتطفشك، يا نهار تمام؟ أبيض. اه. نمرة ثلاثة، ان ربنا هيكرمك بولد، ذرية ولد بإذن الله. سيدنا نمرة إسماعيل أربعة، طبعا هيتغرب عنك زوجك، الله أعلم. كل ده. اه طيب أنا حلمت بجوزي لابس خاتم فضة في إيده وهو نايم، وحلم بالخاتمين دول اتكسر. لا اله الا الله. كسر الخاتم مش حلو، كسر الخاتم والعياذ بالله. اي حد ليك، ان انت دايما بتبقى الزوجة، بتبقى الام، بتبقى حد ملازم ليك دائم يعني، خاتم ما بيتقلعش منك يعني، ما ينفعش تختلفوا عن بعض. فهو وفاة شخص او بعد عن شخص يعني، حد خلق يعني، بتبقى في قطيعة يعني. كسر الخواتم غير محمود، كسر الدبلة معناها خطوبة تتفركش كده يعني. طيب حلمت ان حماتي، هي في الحقيقة بتقول ان انا حماتي مش حلوة معايا، حلمت ان هي مش بتحبني وفي الحقيقة مش حاسة منها بحنان، وايه الحلم ده؟ يا يعني هي ستي ما شايفاها في بتحبكيش الحلم ان خلاص، هي اهم حاجه يعني تعملي اللي عليك لجوزك وتبيني افضل ما عندك. على فكره زي ما بقول لك، الكلام الزين يسد الدين يعني. الكلمه طيبه، الكلمه الطيبه دي بتكسر يعني، تخلي البني ادم الوحش العاصي تقول له كلمه حلوه كده وتطبطب عليه مش عارف ايه. يبقى دي ام لما تشوفك مدلعه جوزها، ابنها، جوزك يعني مدلعاه ومهنناه ومنظفاه ومش عارف ايه، ونازل في اشيك حاجه ولابس ومكوي ومش عارف ايه وكده، وبتعملي له الاكل وتعملي له الشرب، تكرهك ليه؟ تكرهك، هي تكرهك في حاله واحده بس، ان انت ما تخلفيش، تروح تقول له روح يا ابني اتجوز. بس هي دي بتبقى لها الذريعه الوحيده اللي تحمل. بس طيب رؤية الورد في المنام. وحش رؤيه الورد في المنام، معناه فرحه مؤقته، بدايات يعني. ايه فرحه البدايات؟ اللي ليس يعني اللي هتنتهي بسرعه بسرعه بسرعه. عمر الورود قصير، لكن في حاجة، لو الورد في الأرض مزروع حلو، معناها يعني يورد عليكم الخير أو الرزق الواسع والولاد، الصبيان في الأرض مزروع، لو اتقطعت يموت الولد. طيب انا حلمت بفئران كتير بتتنطط في الاوضه وانا نايمه فيها، وقعدت كنت مصدعه جدا، وكان ايه بس هي خلي جنبها بالك، كان حاسه بالصداع. خلي بالك من النساء الفاسقات يعني. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني انا لو مصاحبه واحده مش كويسه، انا هيتقال عليا ان انا مش كويسه 1000 مره، لان انا صديقتها وعارفه انها مش كويسه وماشيه معاها. وفي فأر من فئران عض صوابع اتفضلي رجلها. اتفضلي، معناها ان هي واحده فيهم بصت على جوزك وناويه كمان تاخده، او على ابنك الغلمان اللي هي الصوابع. يبقى عندك عيل كبير يعني، ممكن تكون هي ست كبيره بس بتحب الشباب، تتجوز الشباب يعني. فعضتها لده اذيه ليكي بضناكي،
تمام في ضناكي. فخلي بالك يعني انتقوا اصحابكم، وبصوا مش اي موقف يعدي كده. لا صاحبتي غلطت غلط كبير، لا ده يعني غصب عنها ولا هي قصدها، لا لازم نعرف علاقاتها ايه، الدنيا ماشيه ازاي. ده انا اتكلموا عليا زيها، ف يعني احسن حاجه ما يكونلكش اصحاب. طيب آخر حلم معانا بيقول، أنا بتقول إن أنا بحلم على طول إن أنا في امتحان وكل اللي حواليا بيحلوا الا هي إلا هي مش بتعرف تحل. معلش يا حبيبتي، انت هيعدي عليكي ابتلاء بس انت غير مستعده ليه. الابتلاءات دي الدنيا كده عامله زي الرسم البياني، طالع نازل طالع نازل، حتى القلب نبضاته طالعه ونازله طالعه ونازله طالعه ونازله. الامتحان محنه، اذا كنت مش عارفه تحليها فده معناه ان هو في تخاذل منك او بعد من الله. حاولي تقربي من ربنا عشان يكفيكي شر المحن اصلا، تبقى ان شاء الله في امان وسرور كده وهناء باذن الله تعالى. ملكة الأحلام، حبيبتي أفدتينا ونورتينا وقلت لنا معلومات حلوة قوي حبيبتي يا النهاردة. فاطمه، ميرسي يا حبيبه قلبي، ميرسي ليكوا لاحلامكم اللي بعتوها لي على موقع صدى البلد. عايزاكم بقى تنتظرونا كل يوم اتنين مع ملكة الأحلام دكتورة صوفيا زايد. تحياتي. تحياتي ليكم.